شابو للكيان. هو الكيان ده يعني انشئ على الوطنيه زي ما انت قلت. دورنا كمسؤوليه مجتمعيه ان احنا بنقرب الناس. النهارده ما تعمل حدث زي ده على ارض الشيخ زايد، النادي الاهلي بتجمع 21 هيئه دبلوماسيه، بتقرب الشعوب مع بعض، بتدي انطباع للعالم كله ان بلدنا دي بلد امن وامان، وان السياحه الناس تيجي تتفرج على بلدنا. اديك شايف الناس مبسوطه ازاي. يعني مثلا السي او بتاع مرسيدس بيقول لي انا ما شفتش تنظيم احلى من كده. الأنسول بتاع المانيا 21 هيئه دبلوماسيه موجوده هنا. الحقيقه حاجه تشرفنا احنا كنادي اهلي. والحقيقه لازم برضو ندي الفضل لاصحابه، ان مفيش شك ان سفاره المانيا وتفكيرها انها تعمل حاجه زي دي بالشراكه مع النادي الاهلي، الحقيقه دي حاجه اضافت كتير قوي للبطوله. متهيألي دي ثالث سنه ان شاء الله يبقى السنه الجايه. والنهارده يمكن كنت بتكلم مع هشام مرزوق وهو الحقيقه الدينامو بتاع البطوله دي، بنفكر ازاي ان احنا بنفكر ان هم يستضيفوا الاول ستارز بتوع المانيا، يلعبوا الاول ستارز بتوع النادي الاهلي، يبقى حاجه حدث محترم. فان شاء الله باذن الله تبقى حاجه يعني استمرار ل عائلة الأهلي أو برنامج عائلة الأهلي اللي احنا بديناه وعدنا بيه. ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا وعدنا بيها في ناحية مسؤولية النادي الأهلي المجتمعية. مساء الخير عليكم كلكم. هو المنظر طبعا بديع قوي، وخصوصا في عدد كبير قوي موجود، وعدد كبير من موجود من السفارات ومن البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في مصر، في جو من الألفة والمحبة جميل جدا، وتحس من التشجيع كأن فعلا ألمانيا فعلا بتلعب كوت ديفوار. فحاجة جميلة الحمد لله. وقعدت النادي الأهلي دايما بابه مفتوح لكل ألوان الطفل اللي موجودة في مصر وفي العالم العربي وفي الدول كلها، كتاريخه كوطنية وكدور مجتمعي على طول بنقوم بيه، وده الطبيعي بتاع النادي الأهلي اللي هو بيفرضه عليه الواقع وكل الظروف المحيطة. والجميل كمان أعضاء الشيخ زايد نفسهم حاسين يعني بإحساس جميل جدا، اللي هو جزء أصيل من النادي الأهلي، اللي هو يعني فاكر أيام ما كنا بنعمل اللائحة وبعض الإشاعات والكلام الفارغ، لا يعني هو فرع من فروع النادي الأهلي، له كل الاحترام، أعضائه مركزين عليه دايما الحمد لله. أنا قابلت كام عضو وأنا داخل، يعني الناس عندهم نوع من التقدير الحمد لله لحاجات كتيرة بتتعمل جوه فرع الشيخ زايد. طبعا الحمد لله، وإن شاء الله عقبال كل سنة ويتلوها دورات كتير وبطولات كتير يستضيفها النادي الاهلي في ملعبه. طبعا ده يعني النادي الاهلي في اسم كبير جدا، وده دي حاجه مش جديده، يعني ان الاهلي يكون شريك متعاون مع السفاره الالمانيه عشان نقدر ننظم ونطلع حاجه كويسه جدا. حضرتك زي ما انت شايف قد ايه يعني الناس كلها مبسوطه جدا، ده اللي احنا كنا بنسعى ليه، ان الناس كلها تيجي، الهيئات الدبلوماسيه، الدبلوماسيين والساده السفراء يكونوا حاضرين، يبقوا مبسوطين. وفعلا هو ده اللي احنا بنحاول نسعى ليه، ان هم الثقافات تكون كلها تقارب الثقافات مع بعض، وهو ده اهم حاجه من الكوره. ويعني بس طبعا في مجال تحت الامبريلا بتاعت كره قدم طبعا، يعني دي كانت يعني يعتبر من اقوى فرقتين اللي يستحقوا ان هم يوصلوا للنهائي. فرقتين قويه جدا، محدش عارف لحد دلوقتي مين اللي هياخد البطوله، لكن المهم ان الموضوع يطلع بروح رياضيه، ده اهم حاجه، واحنا كلنا مبسوطين، ده اهم حاجه يعني. وانا بحب اشكر طبعا المهندس خالد مرتجي تاني، لان هو فعلا يعني كان مدي بوش قوي جدا ان البطوله تطلع بالمنظر ده، وطبعا دي حاجه مش جديده طبعا المهندس خالد. يعني الموضوع بيدي تقل طبعا بوجود الساده الاعضاء مجلس الاداره، طبعا طول عمرهم متواجدين وبيدوا طبعا شكل كبير وقوي جدا، وده مخلي فعلا محل البطوله. فانا بشكرهم طبعا على تواجدهم النهارده ودايما موجودين معانا، فدي حاجه طبعا لذيذه جدا يعني ان هم يكونوا الساده الاعضاء مجلس الاداره يكونوا موجودين، وان شاء الله دايما يعني نبقى موجودين كل سنه في النادي الاهلي. في كله طالع مبسوط، وده اللي احنا بنقوله يعني، ان كله يطلع مبسوط، وكل الاهداف كلها اللي احنا بنسعى ليها ان هي زي ما قلت لحضرتك ان الثقافات كلها نتعرف على بعض بعيدا عن تواجدنا في السفارات، مع كلنا مشغولين طبعا، فوجودنا هنا في الملعب بيدي فرصه ان احنا نتعرف على بعض، وده اللي احنا بنسعى ليه يعني.
بنشكر النادي الاهلي، بنشكر الكابتن محمود الخطيب وكل المنظمين، وبنشكركم كامن وكملاعب، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه لينا كمصريين وبالنسبه لكل السفارات، بنشكركم قوي. احنا حضرتك فزنا يمكن النهارده مش ده اول سكور نفوز بيه، كل المباريات بتاعتنا كلها فيها سكور، احنا بنلعب كوره جميله نظيفه، مفيش ضرب، مفيش اي اهانات لاي حد، كل يعني لعبنا او كل ما بنقوم بيه هو الملعب، هو الملعب. بنشكركم قوي على التنظيم. نتيجه كبيره ثم الحمد لله، يعني لعبنا بالجديه الحمد لله وفزنا، الهدف كان معنا. اول حاجه التنظيم كان تنظيمه كويسه بصراحة. الهدف النادي الأهلي يجمع بين الدبلوماسيين مقيمين في القاهرة، نشترك في دورة نتعرف بيننا. دورة هذه دورة بصراحة من ناحيتي شجعتني في حاجات كثيرة. ما هي أول حاجة؟ تعرفت عن بعض الدبلوماسيين المقيمين في السفارة، لكن في بعض حاجات نتقابل في الحفلات، ولكن في بعض أشخاص مقيمين في السفارة فساعدنا التعرف دوت الرؤية من نادي الأهلي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الجودة الصراحة في التنظيم كانت عالية جدا، وأنا صراحة يعني تاني سنة ليا أصلا أشترك في هذه البطولة، والبطولة فعلا فيها منافسين جيدين جدا يعني، ولكن الاجتهاد هو اللي تفضل على البطولة. والله إحساس جميل، أنا كنت أتمنى أصلا إن أخش النادي الأهلي من زمان، أنا من مشجعي النادي الأهلي يعني، وإن شاء الله فيما بعد هنكون موجودين بإذن الله.